بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان. أشواطنا مستمرة في فترتنا الصباحية حيث انطلق قبل لحظات شوطنا السابع الخاص بالثنائي البكار بعد المنافسة الشيقة والممتعة بين شعارات أبناء القبائل في شوطنا الماضي. كان حاضرا سلهود وكان حاضرا أيضا الطاير بمنافسة شيقة. سلهود تعود ملكية الفهيد بن علي بن راشد الفهيدة والطاير ملك عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. كانت المنافسة شيقة وممتعة وكانت اللحظات الحاسمة مع الشعار بن سالمين. نهني أبو حمد على هذا الفوز ونهني جميع الفائزين في صباح هذا اليوم. متابعينا ينطلق شوطنا الخاص بالابكار مباشرة. نخوض في المراكز الخمسة الأولى نبدأها مع سيدة اللي تحتل المركز الأول. تعود ملكيتها لعبد الله بن مبارك بن مبارك الماضي الدوسري على المركز الأول وعلى الصدارة. تلتها محبة على المركز الثاني لشعار بن بيشان حمد بن محمد بن حمد الرزق العجمي مع المركز الثاني. المركز الثالث منوع على المركز الثالث للسيد محمد بن حمد بن ناصر الحمد النعيمي على المركز الثالث. انتقل بدور المركز الرابع. مبروكة على المركز الرابع. تعود ملكيتها للسيد محمد بن متعب الجحيشي الشمري على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المركز الخامس الفائزة للسيد سالم بن حمد بن سالم بن جهويل النابت على المركز الخامس. هذه نتيجتنا متابعينا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى بعد أن قطعنا كيلوين من مسافة وعمر هذا الشوط. ندائي الأول لحضراتكم لمن تتابعون انطلاقات ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية في هذا الأسبوع الأخير. آخر سباق للثنايا كما أسلفنا، آخر لقاء لإخواننا أبناء القبائل اليوم، آخر لقاء لهم في التمهيدية طبعا، لكن إن شاء الله حنلتقي على خير في الأسبوع بعد القادم في السباق الكبير، سباق سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث التجمع الأخوي الكبير في هذا الميدان. أتمنى التوفيق للجميع. إلى شعار بن بيشان، شعار الساعي والساعية، شعار غني عن التعريف. يتواصل هنا حمد بن محمد بن بيشان العجمي على متابعة و مسايرة محبة اللي تحتل صدارة ومقدمة الشوط. تتابعونها على الهواء مباشرة على الكادر العلوي عبر الشاشة. تتابع القناة الرائدة قناة الريان انطلاقات ميدان التحدي، وهذه متابعة مباشرة لكل متابعي هذه الرياضة العربية الأصيلة بالعالم العربي من يتابع انطلاقات ميدان التحدي. نتابع محبة اللي تحتل المركز الأول بشعار بن بيشان. الجانب الآخر يحمل منوة. تعود ملكيتها للسيد محمد بن حمد بن ناصر الحمد المري على المركز الثاني. المركز الثالث هو تابع، وتابع المركز الثالث سيد عبد الله بن مبارك بن مبارك الماضي الدوسري. هذه النتيجة للمراكز الثلاثة الأولى اللي تقترب بعضها البعض. وننتقل معكم ومع حضراتكم إلى المركز الرابع لنجد المركز الرابع. هنا تواصل شعار بن جهويل على المركز الرابع، وهذه الفائزة للسيد سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري على المركز الرابع. انتقل مع حضراتكم الى المركز الخامس لاجد مبروكة بشعار الشمري محمد بن متعب بن شباط الجحيش الشمري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا، اعتقد انها من السعودية، هذا من المملكة العربية السعودية على المركز الخامس بعد المراكز الخمسة الأولى. متابعينا مشاهدينا الكرام، هناك أسماء عملاقة حاضرة بإن
إنجازاتها بحضورها دائما في الأشواط الرئيسية وفي أشواط السيارات وفي ميدان التحدي وميدان الوثبة هناك وميدان المرموم. أسماء لها ثقلها، أراها تتواجد وتنطلق محققة لإنجازات سابقة، خاضت مع هذا العالم الساحر ومع شعارات مميزة حاضرة في هذا العالم الساحر، خاضت أيضا أشواط رئيسية وحققت نقاط ذهبية سجلت وأضيفت في رصيدها وتاريخها الرياضي. عودة إلى مجريات شوطنا، هذه لوحة 4 كيلومترات، الفيصل بين المسافتين، 4 كيلومترات راحت وبقي أمامنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة ومثيرة وثقيلة نوعا ما، طبعا على سن الثنايا ثقيلة نوعا ما على هذه العصايل اللي تنطلق اليوم في ميدان التحدي. أيضا لا ننسى متعة 8 كيلومترات، متعة لها ولها نكهة ومتابعة خاصة من قبل ملاك الهجن ومحبي وعشاق هذا العالم الساحر. المسافات الطويلة هي المسافات الماراثونية الطويلة المميزة اللي أيضا من خلالها يتابع ويراقب المضمرين المسافات بعد أيضا حضور هذه الأصايل وانطلاقها من 4 كيلومترات الأخيرة. طبعا تبدأ بعد 4 كيلومترات هناك التحريك واللمسات الفنية كما يطلق عليها، اللمسات الفنية لهذه الأصايل، ولكن الناموس واحد، الناموس واحد. عودة إلى المركز الأول، إلى منوى اللي غيرت في هذه اللحظة، محمد بن ناصر بن الحمد النعيمي على المركز الأول، محمد بن حمد بن ناصر الحمد النعيمي منطلق ومندفع هذا الشعار على مقدمة وصدارة الشوط. تتابعونا على الكادر الفوقاني على الكادر العلوي في هذا الانطلاق وفي هذا التقدم، بينما المركز الثاني بن بيشان يتأخر قليلا، ربما تخطيط من حمد بن بيشان لأيضا محبة اللي تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع سيد اللي على المركز الثالث عبد الله بن مبارك الدوسري على المركز الثالث، نقل إلى المركز الرابع. نتابع المركز الرابع، الفايزة على المركز الرابع، شعار بن جهويل على المركز الرابع، هذا الشعار المميز اللي يحمل أيضا 2022، الحدث المرتقب هنا في قطر 2022، شعار مميز على ظهر الفايزة اللي تحتل المركز الرابع. انتقل إلى المركز الخامس، هذه مهابة على المركز الخامس، مهابة غنية عن التعريف، فهيد بن سالم بن فهيد الزبدان المري، وتتابعونها مادة الزعفران على رأسها، مادة الزعفران على رأسها، يعني أخذ ناموس ولا سيارة ولا منافسة على الرمز ولا منافسة على السيارة، المهم أنها فايزة معنا في شوط من أشواط السيارات ولا الرموز. الله يوفقها، الله يوفق مهابة الحاضرة في هذا الشوط. أنتقل إلى وين؟ إلى المركز الأول أعود، بعد أن أعلنت صاحبة المركز الخامس. متابعينا ومشاهدينا الكرام، هذه نتيجة أخرى لهذه الأصايل المنطلقات والشعارات المنطلقات، وأخواننا المضمرين، الله يعين المضمرين في هذا الموقف، في هذا الموقف. خلاص خلاص، لوحة 2 كيلومترات عن خط النهاية، القيادة مع منوى، القيادة مع منوى المحتلة للمركز الأول. لن نذكر الجميع إن شاء الله في فترتنا المسائية في تمام الساعة 1، نحن على الموعد إن شاء الله مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة من مسافة 8 كيلومترات، ومع سن الثنايا ومتعة الثنايا، أسماء أعدكم بها إن شاء الله في الفترة المسائية، أسماء لها تاريخ، صاحبات رموز حاضرة اليوم، صاحبات رموز يا أخواني. أذكركم لا يفوتكم السباق في الفترة
المسائية. هناك أسماء في أشواطنا في الفترة المسائية لها ثقلها وصاحبات رموز، صاحبات رموز. إن شاء الله سنتابع الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم على الهواء مباشرة عبر شاشات قناة الريان الفضائية الثانية الناقلة لسباقات ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية. إلى المركز الأول متابعينا مشاهدينا الكرام، سيطرة من النعيمي على المركز الأول، سيطرة من النعيمي محمد بن ناصر. الحمد النعيمي مع المركز الأول مع الصدارة، المركز الثاني بن بيشان، بن بيشان على المركز الثاني. يلا أبو حمد، يلا 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 أبو محمد على المركز الثاني. محبة وتدخل من العمق، غلغلة من قبل مهابة صاحبة الإنجاز والتاريخ المشرف. المركز الثالث، المركز الثالث بن جهويل على المركز الثالث يصل، ولكن هناك وصول. هذه ريادة، ريادة 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 اللي يقودها الشهواني، ريادة الخليفي على المركز الثالث، أحد الأسماء المهمة والغنية عن التعريف. هذه ريادة، ريادة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، أحد الشعارات المهمة والقوية والغنية عن التعريف. لكن المركز الثاني أنا ترشيحي مع مهابة، مهابة بكرة الزبداني، بكرة الزبداني على المركز الثاني. فهد بن سالم بن سال الزبداني المري، اوه رياده. بن بيشان قادم مع محبه، هذا بن بيشان وهذه رياده، رياده رياده رياده. الله، بدا الصراع، بدا النزاع بين الخليفي وبين بن بيشان. بن بيشان وصلكم من جهويل، بن جهويل وصل، بن جهويل خطير يا اخواني، والله العظيم خطير بن جهويل، ديروا بالكم عليه. لكن رياده، رياده الخليفي على المركز الاول تحقق وتنطلق بالمركز الاول. محبه 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 والفايزه، الله. خبرة 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 عند أبو سعد، خبرة عندي يا أخواني. هذه فايزة بن جهويل، فايزة بن جهويل. روح حرك الحديدة يا بن جهويل، الحديدة. الله، بن بيشان والله سواها بن بيشان، ما شاء الله. تهانينا والناموس لمالك محبة حمد بن محمد بن حمد بن بيشان العجمي على فوز وتحقيق وانتصار محبة باللحظات الأخيرة. يحقق بن بيشان مهديا أبناء المملكة العربية السعودية ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني الفائزة للسيد سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري، كان الناموس قاب قوسين أو أدنى يا بن جهويل. تهانينا والناموس. المركز الثاني أو المركز الثالث ريادة يا عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. المركز الرابع، المركز الرابع هذه غزالة لمبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. المركز الخامس، المركز الخامس مهابة فهيد بن سالم بن فهيد آل زبدان المري. هذه النتيجة متابعينا الكرام، توقيتنا الزمني 13.99 توقيت بكرة بن بيشان محبة حمد بن محمد بن حمد الرزق العجمي. تهانينا والناموس لبن بيشان على هذا الفوز. المركز الثاني الفائزة بنفس التوقيت تقريبا، هناك فرق جزء واحد من الثانية، 13.10 ثواني وفاء وتماما بفرق جزء واحد. كانت حاضرة الفائزة لسالم بن حمد بن سالم جهويل آل نابت. تهانينا والناموس. وهذه ريادة حلت بالمركز الثالث 13.12 ثانية وفاء وتماما وكمالا عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. تهانينا والناموس. أشواطنا مستمرة متابعينا مشاهدينا الكرام وزملائي في فريق العمل يتواصلون.